بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ولن أشكر السيد مستشار المحترم على هذا السؤال المهم. طبعا أنتم تعلمون أن الحكومة تبنت مقاربة اجتماعية لفائدة خصوصا الفئات التي تعيش في وضعية صعبة والتي كذلك تعيش في وضعية هشاشة، وأنها من أجل ذلك ارتأت وتحقيقا كذلك للحكامة أن تحدث مجموعة من السياسات العمومية لصالح مختلف الفئات المستهدفة من استراتيجيات والبرامج، وكذلك إحداث صناديق خاصة من ضمنها صندوق التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي، وكذلك حزمة من الإجراءات. تحقيقا للحكمة كما تفضلتم نعتمد مجموعة من الآليات للعمل وكذلك للرقابة. أولا تحقيق الالتقائية بين جميع المتدخلين، ثانيا إحداث لجان للتتبع وكذلك للرقابة، وأيضا الاشتغال بمنهجية وبمقاربة الاستهداف. طبعا سيد المستشار أنتم تعلمون أن مجموعة من الإجراءات لا ترتبط بالقطاع فقط. عندما نتحدث عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عندما نتحدث عن صندوق فقدان الشغل، عندما نتحدث عن حزمة من الإجراءات والمبادرات التي في الواقع جزء منها نستمر على ما كانت عليه الحكومة السابقة، وجزء آخر فيه كثير من التجديد وكثير من المبادرات الجديدة، وفي ذلك آليات التي في الواقع كتبين أين الخلل. مثلا عندنا الاتش سي بي اللي هي المندوبية السامية للتخطيط، كتجيب لنا المعطيات اللي كتبين لنا شنو هي المنهجية اللي غادي نتبعوا، فين غنمشيو. مثلا اليوم حديثها على الفقر النقدي. ثانيا اليوم حنا كنشتغلوا على سياسة عمومية حول الحماية الاجتماعية اللي ما غتبدأ فعليا حتى 2018، لكن نشتغل عليها الآن مع مختلف الشركاء المعنيين. عندما نتحدث كذلك على المرصد الوطني للتنمية البشرية واللي هو كيقيم المبادرة للتنمية البشرية والتنمية البشرية بشكل عام، كيقدم معطيات وكيقول لك ها هو فين الخلل. فإذا نحن نتجاوب أولا مع المؤسسات ومع الآليات، وفين ما كاين الخصاص تكون هناك مبادرات. إذا الانشغال الاجتماعي عند هذه الحكومة هو حاصل وليس قطاعيا، مختلف المتدخلين من مختلف القطاعات تتدخل بما فيه الآليات التي وضعت للتتبع وبما فيه الآليات المؤسساتية اللي هي كتطلع لك المعلومة التي نعتمدها من أجل توفير البرامج والاستراتيجيات الضرورية. ما نهملوش قضية ديال الصناديق لأنها مهمة. شكرا.